حصاد الجنوب، أهلا بكم. بحث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء فرج سالمين البحسن اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد شريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ووجهات النظر المتبادلة تجاهها. واستعرض اللقاء المساعي المستمرة التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وترحيب مجلس القيادة والحكومة بكافة المبادرات الأممية والإقليمية للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة في البلاد. وفي سياق آخر، شهد اللواء فرج البحسن اليوم مراسم تخرج الدفعة الأولى مساعدي النظام من مدرسة تدريب القتالي بالمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت. البحسن استمع من رئيس شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية مدير مدرسة التدريب القتالي عميد طيار محمد عوض مصعب إلى شرح حول ما تلقوه الجنود البالغ عددهم 53 من مهارات في القيادة وأساليب الترهيب والترغيب والإلقاء والبداية والنهاية، بالإضافة إلى مهارات تكتيكية وفي الإسعافات الأولية ورفع التقارير الميدانية. تفقد علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي مقر الهيئة التنفيذية للمجلس في حضرموت اليوم الخميس، مطلعا من رئيس الهيئة سعيد المحمدي على سير عمل الهيئة وأبرز نشاطاتها والمبادرات الجماهيرية التي تعمل عليها. وعرب الكثيري عن تقديره للدور الإيجابي للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت وجهودها ومبادرتها المجتمعية. شددت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في اجتماعها اليوم الخميس بالعاصمة عدن على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمساندة الحكومة وقيادتها الجديدة. وأكدت برئاسة سالم العولقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي توجيه الخطاب الإعلامي لدعم أي توجهات للحكومة في عملية التصحيح والإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.